السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات هاليم كحمان، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا ربي، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة وعافية. كيف كتشوفوا إن شاء الله اليوم غادي نحضروا مع بعضنا ثلاث أنواع ديال الحسوات ولا الشربات اللي هما ساهلين وصحيين واقتصاديين طبعا، يعني نعملوهم هكا كوجبة عشاء خفيفة، وكذلك حتى فترة ديال الصيام إن شاء الله في هذا شعبان، يعني اللي كيبغي يصوم، وكذلك في رمضان الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية. وبلا ما نطول عليكم نمشيو مباشرة للطريق. بسم الله. في الأول يعني غادي نعملو يعني الحسوة ديال السميدة. هنا كيف كتشوفوا وضعت الطنجرة فيها الماء، غادي نخليه حتى كيغلى، غنضيف عليه واحد المعلقة ديال الملح، وكذلك غنضيف قليل من الإبزار، وغادي نضيف قليل من زيت الزيتون. من بعد غادي نحاول أنني غير نحركهم هكا، وهنا كنضيف السميد، يعني السميد اللي كيكون رقيق ديال الحرشة. كنضيف يعني الكمية اللي غادي تقدني، وهنا يعني كنحرك هكا ضروري باش ما تكللش لينا السميده ديالي. صافي، هنا كيف كتشوفوا غادي نخليها حتى كتطبخ. وهنا في هذه الفتره غادي نوضع هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، غنضيف عليها الماء يكون غليان، يعني يكون طيب. غنخلي داك الزعتر ديالي يطلق في الماء كيف كتشوفوا، وهنا راه السميده ديالي راه كطيب. غنضيف عليها، يعني غادي نحاول اني نحركها ونشوف حتى يعني واش خاصها الماء ولا شي حاجه. المهم هنا انا ما غاديش نضيف عليها الماء، غادي نكتفي غير بالماء ديال الزعتر اللي عندي. غادي ناخذ صفايه وغادي نضيف الماء ديال الزعتر. صدقوني هاد السميده اللي كتكون يعني مذاق الزعتر كتجي زوينه صحيه بزاف، وحتى الناس اللي كيعملوا الحميه يعني راه تجيهم مزيانه، والناس اللي ما كيبغيوش شي حاجه ثقيله يتعشوا بها هذه راه خفيفه بزاف، كتجي زوينه وصحيه كيف سبق اللي ذكرت. صافي، كنبقى نحرك مزيان هكا ونخليوها ثاني كتطبخ مع داك الماء ديال الزعتر. صافي، هنا بعد ما طبخات وضروري ما كنحركو دائما، كنضيفو هنا كنضيفو كاس كبير ديال الحليب. صافي، هنا كنتسنى الحليب ديالي حتى كيطبخ مع هاد السميد ديالي والحريرة ديالي يعني ديال السميده، وغادي نطفيو عليها ونمشيو باش نحضرو يعني الطريقه الاخرى ديال البلبوله ولا الدجيجه. هنا غادي نخليوها حتى كتطبخ مزيان وصافي، ونطفيو عليها. بالنسبه للحسوه ديال الدجيجه ولا ديال البلبوله، هنا كيف دائما كناخذ طنجره كنوضع فيها الماء الكافي اللي غادي يقدني، غادي نضيف عليها بصله محكوكه، كذلك جوج طماطمات، يعني جوج عفوا جوج مطيشات محكوكين، وهنا واحد الحزمه ديال المعدنوس، وغنضيف قليل من الملح وقليل من الابزار وقليل من السكنجبير، كذلك الكركم، وغادي نخلط الكل وغنخليها حتى يعني حتى كيطبخ مزيان وكيطيب يعني ديك البصله والطماطم. غنضيف واحد قليل من زيت الزيتون طبعا، صافي، ونخليها حتى كتطبخ مزيان
نسد عليها من بعد هنا باش تبخ ليا هاد يعني هاد البصله والتوابل اللي عملت. هنا عندي التيشه ولا البلبوله، هنا انا راه غسلتها باش نحيد من هذاك النشا اللي كيكون فيها صافي، وكننشفها يعني كنسقطرها وكنضيفها على الماء اللي طبخ ليا مع التوابل والبصل والطماطم صافي. كنبقى نحركها هكا مزيان يعني حتى كتخلط كلها مع باقي العناصر صافي، وكنسد عليها. هنا كيف كتشوفوا كاضافه هنا ضفت هاد الكنور ديال فيجيتال يعني غير ديال الخضر، بامكانكم بغيتوا تضيفوا كنور ديال يعني البنه ديال اي نوع بغيتوا، انا اكتفيت غير هذا كيعجبني، انا معتمده يعني هذا ديال الخضر. كنعملوا في تقريبا في هكا في الحيره ولا في الحسوه هكا اللي عملتها بمطيشه صافي. غنتسنى على البلبوله ديالي حتى كطيب ونسدو عليها. هنا كيف كتشوفوا بعد ما طبخات ليا البلبوله ولا التشيشه يعني كلها وكيفاش كيقول ليها، كنضيف عليها طبعا حيت كتكون كتقال كنضيف عليها الماء، ولكن يكون غليان يعني من الاحسن تضيفوا الماء يكون طيب صافي. وكنحركها مزيان يعني صدقوني هاد الحسوات هما المعتمدين عندي يعني في الفتره ديال الصيام ولا في شهر رمضان ولا حتى في الايامات العاديه يعني كنعملهم هكا يعني في العشاء كيكونوا خفيف يعني وجبات كيكونوا خفاف صافي. هنا بعد ما كطيب ليا التشيشه ديالي كنضيف عليها واحد المعلقه ديال الطماطم ديال العلب ولا مطيشه الحك صافي، وكنخلطها مزيان يعني غير باش كتفك ليا صافي. غادي نخليها حتى كتطبخ مزيان وكن نطفي عليها. بالنسبه للحسوه الثالثه اللي هي ديال الذرة حتى هي كتجي غزاله ومفضله عندي طبعا. هنا كيف كتشوفوا خديت طنجره كذلك وضعت فيها زيت الزيتون، وهنا عندي بصله مقطعه رقيقه بزاف يعني اللي بغى يحكها يحكها، انا كنديرها رقيقه بزاف وكنخليها هكا كتشحر مع ديك الزويته بلديه يعني ماش ما بغيتو ديروا حتى زيت عادي، انا كيعجبني الزيت البلدي يعني نخدم بها بزاف صافي. هنا بعد ما تشحرت ليا البصيله غنضيف عليها طبعا الماء باش غادي يعني الماء يكون غليان كيف دائما، يعني بالنسبه لهاد الحسوات ضروري كديروا الماء يكون غليان ملي كتبغيو تضيفوا يعني السميد ديالكم ولا اي حبوب بغيتو تعملوا صافي. هنا كيف كتشوفوا يعني درت الماء القياس اللي بغيت، غنضيف الملح ملعقه ديال الملحه على حسب الذوق وغادي نحركها صافي. وهنا غادي نضيف هاد الذرة يعني السميده ديال الذرة اللي كتكون على هذا الشكل غادي نضيفها من بعد. وبالنسبه للنافع حتى هو غادي نضيفه حتى من بعد يعني هاد الحسوه ديال الذره كتجيب مذاق النافع غزال وكتجي زوينه صافي. هنا بعد ما طبخ ليا يعني البصله مع الماء كنضيف السميده ديالي ديال الذره وضروري دائما مع التحراك صافي. كنخليها حتى حتى كتطبخ حتى هي
بالنسبة لضروري ما كتزيدوا الماء كيكون سخون حيث كتتقال شوية، ضروري كتزيدوا الماء وانتم على قياس اللي بغيتو، بغيتوها تكون جارية بزاف حيث من بعد راه غادي نضيفو الحليب. صافي غنتسناو عليها حتى هي حتى كطيب وكتنضج. صافي هنا بعد ما الحسوة ديالي ديال الذرة طابت غادي نضيف عليها كاس كبير ديال الحليب، يعني تقريبا نصف لتر الحليب. صافي وكنخلطها مزيان. صافي وهنا غادي نخليوها حتى كتصبخ. طبعا صافي هنا غادي نخليوها حتى كتصبخ مزيان مع الحليب اللي ضفناه. صافي وهنا غادي نمشيو نشوفو يعني اخر يعني الاطباق اللي وجدنا ولا الحسوات اللي وجدنا. هنا كيف كتشوفوا بعد ما صافي طبخ الحليب مع الحسوه ديالي ديال الذرة، صافي غنطفي عليه وهنا غادي نفرغهم في الزليفات ديالي. هنا كيف كتشوفوا هنا الحسوه ديال الذرة كتجي زوينه، ويعني حتى لا تيكستور ديالها ما كتجيش ثقيله بزاف، كتجي بنينه صدقوني. يعني هادو الحسوات المعتمدين عندي اللي كنعمل، وكيجيو بمذاق ديال النافع، كيجي غزال. وممكنكم ديروا اي منسمات بغيتو، بدلو ديروا الزعتر اللي بغيتو. صافي هنا غادي نضيف قليل من النافع مطحون، وانتم كتعرفوا يعني المنافع ديال النافع بانه هو راه جد صحي. صافي هذه هي الحسوه ديال الذرة اللي يعني اللي عملنا، كتجي زوينه وبنينه. يعني نتمنى تجربوها، راه سهله وصحيه طبعا. وبالنسبه للحسوه ديال الدشيشه ولا ديال البلبوله، هذا هو يعني لا تيكستور ديالها كي كتجي، حتى هي كتجي رائعه. انا اليوم شاركت معكم يعني طريقه يعني الحسوات اللي كنعمل. كنت في هاد يعني كنت كنصوم، ومره يعني كنعملهم وكنصورهم باش وجمعتهم في فيديو واحد باش تشوفوهم في مره واحده. يعني هنا راه ماشي درتهم في نهار واحد، يعني كل مره كندير سوا ومنها كنصورها باش نوضعها في فيديو واحد باش تشوفوه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، يعني راه خفيف بهاد الحسوات اللي عملت. هنا كيف كتشوفوا كتشحي. انا يعني هي راه جافيها يعني من السماء اللي عندنا فيها مطيشه ولا والربيع والبصله، يعني ما نحتاجوش نديرو حتى شي اضافات. كتجي زوينه زوينه حسن من الحريره، يعني خفيفه. يعني هادو كشربات ولا حسوات تعملوهم في ايام كيف قلت رمضان، يعني كيكونوا خفاف وطبعا كيكونوا لذاذ ما فيهاش شك هادي. وهنا ان شاء الله كيف غادي تشوفوا طبعا الحسوه اللي هي سهله بزاف، كتجي زوينه وكتجي صحيه حيت فيها الزعتر. هنا كيف كتشوفوا يعني الحسوه ديال السميد اللي بالزعتر. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو. وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم، ولاول مره كيزور القناه ديالي اشترك ويضغط على الجرس باش